أيد عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون مكافحة الشائعات المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. وتضمن المشروع ثلاث مواد لمواجهة ومحاربة تلك الظاهرة والتي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تشديد العقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات لكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.